السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين ندرس الانحدار الخطي بين رقمين، ولكن مثلا طالب بيدرس مثلا لغة عربية وبيدرس في نفس الوقت انجليزي، بعدين ندرس الانحدار الخطي بين القيمتين دول. طيب دي الشاشة بتاعت SPSS، ده من أكبر البرامج الخاصة بتحليل البيانات. بلاقي عندنا variable view وهنا data view. ال variable ببدأ أعمل مثلا حاجة خاصة بيه، أول معلومة اللي هي مثلا اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وهكذا، أو الموظف، أو مثلا ممكن تعمل لي الفيروس مثلا، فببدأ أحط البيانات. أوريكم مثلا هنا Arabic، تمام. دي نوعها، هل هو نمبر ولا الرقم وفي كومة في النص، ولا في دوت نقطة في النص، ولا في علامة، ولا في عبارة عن تاريخ، ولا في رقم دولار علامة الدولار، ولا في كاستم فرنسي اللي هي العملة، ولا نص، ولا نوع النمبر. فاحنا نختار أول واحدة النمبر. الويتس عدد الكسور اللي احنا عايزينها، طب خلي عدد الكسور زيرو. ممكن تقول مثلا هنا انجلش، وهنا الليبل اللي بتشرح الكود ممكن كده تلاقي. هتيجي هنا تلاقي العربيك والانجلش، ممكن بقى تبدأ تكتب القيم. ده على سبيل المثال. طيب بعد كده هاجي في اناليسيس وهقول له انا عايز اعمل لينير، فبيقول لي حط هنا القيمة اللي هي ديبوندت العربي مثلا، وهنا هقول له خلي فيه الانجليش، وبتبدأ هنا تشوف ايه المعلومات اللي انت عايز تحطها، وبعد كده تقول له اوكي، فهو يبدأ يعرض لك شاشة بنتائج التحليل زي ما تشوف.